بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده نتكلم عن النبات رقم 25 من سلسلة أطلس النباتات الطب العطرية. ونبات النهارده هم بصراحة نباتين أنا هوريهم لحضراتكم، لكن للأسف الشديد لأنه لقيت في بعض المراجع وفي بعض الأسماء إن هما بيتكلموا عن الاسمين لنبات واحد، لكن لا، في اختلاف. أنا الشكل مختلف بصراحة قدام مني. ففي جينس مشهور اسمه الأكاشيات أو الأكاسيا زي ما احنا بنطلق عليه. فاحنا النبات اللي قدام مننا ده المفروض ده الأكاسيا سيليجنا، وده من النباتات المتحملة للملوحة بشدة، ومن النباتات اللي الأسوار، ومن النباتات اللي بتدي أزهار لونها أصفر بيحبها النحل. يعني من النباتات اللي بتنتج أفضل أنواع العسل، عسل النحل، من الأكاسيات، وخاصة أو الأكاشيات اللي هو النبات اللي قدام مننا أكاسيا سيليجنا. نبص كده بس عشان نفرق، لان هنشوف برضو نبات تاني دلوقتي نبص عليه. النبات ده العقل الساقية بتاعته بتديني كمية انتاج كبيرة، مفيش اي مشاكل يعني في الاكسار بتاعه عن طريق العقل الساقية. لكن نلاحظ كده شكل الاوراق، بصوا الاوراق رفيعة. يمكن في نبات تاني وهنبص عليه دلوقتي. خلينا نقول ان ده الاكاسيا سيليجنا من النباتات اللي بتستخدم، من نباتات سيمي هالوفاتس، من النباتات بتحمل ملوحه بدرجه كبيره، واسوار والمناحل. في الاسماء العلميه نبات تاني اسمه الاكاسيا سيانوفيلا. انه احيانا لقيت بيطلق على النباتين، ويمكن يا ريت اساتذتنا من اساتذه الفلورا في مصر يقولوا لنا هل فعلا هم نباتين ولا نبات واحد. انا اللي عايز اوضحه بس ادي الاوراق بتاعتي، الاوراق رفيعه جدا، شريطيه رفيعه جدا، وده اللي انا اعرفه ان هو الاكاسيا سيليجنا. لو احنا مشينا في الخط ده نبات تاني برضو. احيانا بعض الكتب لما تكتب اكاسيا سيليجنا يظهر لك النبات ده. بصوا الاوراق بتاعته حضراتكم، الاوراق عريضه واكبر من الاوراق الموجوده في النبات اللي احنا شفناها في الاول. فانا على حد علمي انه ده الاكاسيا سيانوفيلا. فانا اتمنى بس اساتذتنا من اساتذه الفلورا ياكدوا لنا انه الاكاسيا سيليجنا والاكاسيا سيانوفيلا هم نبات واحد ولا نباتين مختلفين. خاصه ادي النباتين انا بقول لحضراتكم اهم قدام مننا، نلاحظ ان الاوراق هنا عامله ازاي، عريضه وكبيره جدا، وفي حين الاوراق الثانيه في النبات اللي جنب منه هي اوراق شريطيه ورفيعه. ادي الاوراق وادي الاوراق. يبقى النهارده احنا كنا بنتكلم على الاكاسيا سيليجنا والاكاسيا سيانوفيلا، واتمنى انه اساتذتنا من اساتذه الفلورا ياكدوا لنا بس انه النباتين لا مختلفين عن بعض. لانه انا شفت بعض المراجع بيتكلموا على ان انت لو عملت سيرش على الاكاسيا سيليجنا يطلع لك النبات ده، اكاسيا سيانوفيلا يطلع نفس النبات، لكن الشكل الظاهر اللي قدام مني لا، النباتين مختلفين تماما في النمو الخضري بتاعهم. شكرا جزيلا لحضراتكم، وان شاء الله نستكمل في فيديوهات اخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.